بسم الله، اليوم أفطرنا عند هذه الأسرة التتارية المتميزة في ضواحي موسكو، أكرمونا إكرام شديد، وهي أسرة تجارية. والأسرة تتكون من الأم الله يحفظها أديبة اسمها، والابن اسمه رسلان، والأخت اسمها ميلانا، والزوجة اسمها هذه الأسرة والأصدقاء، وهذا شيخنا العزيز، وهذا الأخ رسول، وهذا الأخ رسلان. هذه الأم العظيمة أديبة، الله يعطيها الصحة والعافية، ربت هذه الأسرة تربية فاضلة، بارك الله فيها وأطال الله. بسم الله، نستأنف اليوم الثالث في روسيا في موسكو. هذه الكنيسة لها قصة سأذكرها لكم الآن. دمر إيفان الرهيب مسجد قل شريف في تتارستان عام 1552، صمم هذه الكنيسة بالضبط نفس المسجد ليغيظ المسلمين. بسم الله، ما شاء الله، وصلت الآن إلى عاصمة تتارستان قازان، وهي مدينة جميلة جدا جدا. قازان جميلة، قازان هي عاصمة تتارستان. تتارستان فيها 2000 مسجد، ما شاء الله تبارك الله. أذان الفجر في قازان ساعة 1، وأذان المغرب الساعة 8 وشوي. الصيام تقريبا حدود 20 ساعة. الآن وصلنا قلب مدينة قازان، هذا جامع الأمهات، جامع الأمهات، وحوله خيمة رمضانية جميلة سنفطر بها. هذا مسجد الأمهات، طبعا اللي تبرعوا سموه باسم أمهاتهم إكراما لهم. هذا في قازان تتارستان، مسجد جميل. جامعة الإسلامية في قازان، فيها كلية الشريعة وكليات مختلفة، قازان تتارستان. هنا الإفطار الجماعي في جامعة قازان، ما شاء الله ما شاء الله، الإفطار الرمضاني تبارك الله. كمن آمن بالله، كمن هذا المسجد المرجاني أنشأ عام 1767 ميلادي، عمره تقريبا 250 سنة. طبعا سبب التسمية نسبة إلى الإمام الذي أنشأه، شهاب الدين المرجاني، قبل 250 سنة. هذا مسجد تتري آخر اسمه أبناي، عمره 260 سنة، جميل جدا في قازان. هذه الفسيفساء التترية جميلة، هنا الزرقاء كأنها من آسيا الوسطى. بسم الله، احنا اليوم وصلنا قازان عاصمة تتارستان. تتارستان فيها 1600 مسجد، هي جمهورية داخل. طبعا هذا المسجد اسمه البناي، عمره 260 سنة. مساجد تتارستان كل واحد أحسن من الثاني. هذا مسجد البناي من الخارج، مساجد تترية عظيمة ومتلاصقة مع بعض. هذا صاحبنا راميل أنس في الجامعة الإسلامية، وهو ما شاء الله قام باستضافتي هنا في تتارستان، وهو مدعو إلى المغرب لحضور الدروس الحسنية. راميل، يعني أخبرني، ما هي الدروس الحسنية؟ أنت ذكرت أن هذه ثالث سنة تدعى إلى المغرب الدروس الحسنية. الدروس الحسنية هي البرنامج الطيب التي ينظمه تحت رعاية صاحب الجلالة محمد السادس. كل سنة العلماء يجتمعون في المملكة المغربية ويدرسون ويأخذون الدروس أمام صاحب الجلالة. طبعا الأخ راميل هنا هو وزوجته، هو يدرس في الجامعة وزوجته تدرس في الجامعة، وهو خريج الأزهر وجامعة القاهرة كذلك، ما شاء الله تبارك الله. اسمع الأذان أول مرة في مسجد، نعم في المسجد المرجاني، إن شاء الله. صوت جميل ما شاء الله. شيخ الفار حسن إمام مسجد قل شريف، وهو أشهر مسجد في قازان، والذي هدمه إيفان الرهيب عام 1552. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوان، رمضان مبارك، تشرفنا بنا.
هذا مشروع المدينة القديمة في قازان، الشارع المرجاني وشارع المشاة، مشروع جميل جدا. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي. شارع قيوم ناصري، شارع جميل جدا وبيوت أثرية خشبية، وفيه مسجدان عظيمان في وسط قازان القديمة، بيوت خشبية تصميمها أنيق للغاية. هذا الجهة الخلفية من المسجد المرجاني، ويطل على بحيرة رائعة هنا، بحيرة